لا أحد منهم يجيد كتابة الشعر. سوف أضع لكم درجات منخفضة. الشعر يحتاج إلى موهبة. ولا حتى أنت يا جيمي، ولا سوان، ولا راكر. ماذا أفعل لهم؟ لقد أصابوني بإحباط شديد. ماذا سوف أفعل لهم؟ تفضلي يا دوليما الأمر. تشاهدون قناة Kids Toys by Amoon. ها انظري ماذا أحضرت لك. ما هذا يا دولي؟ أعتقد أني أرى ابنتي. يا عزيزتي، إنها ابنتك. سمعت أن أمون سوف تصنع لك عائلة كبيرة. ماذا قلت؟ هل سوف تصبح لي عائلة؟ نعم، عائلة كبيرة. يا لها من أخبار سارة. ما هذه الدفاتر الملقاة على الأرض يا جروفي بير؟ لا تهتم يا دولي. وأخيرا سوف أحصل على ابنتي. مرحبا بكم أصدقائي، أنا اسمي أمون. اليوم سوف نصنع عائلة جروفي بيب. أولا سوف نصنع بتنيك بيب. بالنظر إليها إنها تمتلك بشرة بيضاء، لذلك علينا اختيار اللؤلؤة المكررة تكون بنفس المواصفات. لذلك قمت باختيار أولا إنهم يمتلكون بشرة بيضاء، لكن هذه تمتلك بشرة أفتح من هذا، وأيضا يمتلكون نفس تسريحة الشعر لكن باختلاف بسيط بهذا، لكني أعتقد أن هذه تناسب أكثر من هذه لأنها بشرتها بيضة، تناسب أن تكون بتنيك بيب. ها هي، أعتقد أنها قريبة من شكلها، لكن أولا يجب علينا إزالة هذا. سوف أستخدم السيليكون الساخن. سوف أجعلها هكذا لتجف. انظروا، ها هي بعد أن جف السيليكون عليها. سوف أضع طبقة ثانية. جاء دور أن نصبغ الشعر ونرى كيف سوف يبدو. ها هي، أعتقد بأنها تحتاج إلى طبقة ثانية. هي، سوف أتركها لتجف قليلا. هذه الثياب التي أحضرتها، هذه سوف أصبغها أبيض وأخططها بأسود، وهذا الشورت سوف أصبغه باللون الأسود. تحتاج إلى طبقة بيضاء ثانية. سوف أضعها تجف قليلا. أيضا سوف أضعه يجف قليلا. دعونا الآن نذهب إلى القبعة. لدي هذه القبعات المكررة. ها هي القبعات المكررة التي أمتلكها. لا أعتقد، ولا هذه ولا هذه. أعتقد أن هذه مناسبة أكثر، لكن تحتاج إلى تعديل. كما تعلمون هذه القبعة لجيمي، لكن أمتلك منها ثلاث. سوف أقوم بقص هذا الجزء. ها هي، أعتقد أنها كذا أصبحت مناسبة، لكن سوف أضع هذا الجزء.
ها قد جفت هذا الجزء. ها هي القصة. سوف نخططها باللون الأسود. ها قد صنعنا الثياب، وأيضا أمتلك حذاء أسود وأبيض جاهز، وها هي القبعة. تبقى لدينا عمل مكياجها، لون عيونهم باللون البنفسجي الغامق، وها هو لون البنفسجي الغامق. تبقى لدي أن أصبغ أرجلها باللون الأسود، وأيضا أضع لها حمرة باللون الورد. نرى كيف أصبح شكلها. وأخيرا أصبح لي ابنة. تعالي يا ابنتي. لكننا لم نكمل بعد، نريد أن نصنع لك عائلة كاملة. جاء دور أن نصنع لك ابنة صغيرة. سوف نجعل هذه ابنتها الصغيرة، إنها تشبهها كثيرا. سوف نسميها ليلي جروفي بيب. فقط تحتاج إلى شعر أبيض، وأيضا سوف نصبغ العينين باللون البنفسجي، وهذه سوف نصبغها باللون الأبيض والأسود. ها هي، سوف أضع لها خصلا سوداء، أريد أن تشبه أمها. ها هي، تبقى لون الحفوضة. سوف أضع عليها اللون الأبيض ثم أخططها بأسود. ها هي، سوف أضع عليها. ها هي ابنتها الصغيرة. بما أن جروفي بيب شخصية شاعرة، أتوقع أن حيوانها الأليف سوف تكون قطة، وقطة جميلة وهادية مثل هذه. أمتلك منها. بما أن عائلة جروفي بيب فقط تمتلك اللونين الأسود والأبيض، لذلك هذه القطة سوف تكون مزيجا من اللون الأبيض والأسود. سوف أجعل هذا اللون الأبيض، أما هذا اللون البرتقالي سوف ألونه باللون الأسود. قد دهنت الشعر باللون الأبيض، تركت هذا لكي أصبغها باللون الأسود. تخيلت شكل قطة جروفي بيب هكذا. ها قد صنعت لجروفي بيب عائلة جميلة. إن أحببتم هذه العائلة ضعوا لها لايك. يا أصدقاء، أن تكون الحلقة قد أعجبتكم، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد.
مع السلامة في حلقة أخرى من ألو سبرايز.